فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا موظف وراتبي أسدد منه لدين علي. يقول أنا موظف وراتبي أسدد منه لدين علي ويقصر علي المبلغ بعض الأحيان، ووالدي قد أغناه الله، فهل يجوز لي أن أطلب من والدي بعض المال؟ إن كان من الزكاة لا، ما يجوز زكاة الوالد لولده. أما إذا كان من باب العطية والمساعدة فلا بأس. نعم.